ثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثر السؤال للإخوة المعتكفين يسألون عن الخروج، فبعضهم يسأل عن أخذ الطعام، والبعض الآخر عن الاغتسال، والبعض الآخر عن مكالمة هاتفية، والبعض الآخر لمراجعة أموره الخاصة، فهل في هذا يخل بالاعتكاف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاعتكاف معناه البقاء والمكث في المسجد، ولا يخرج إلا للحاجات الضرورية كإحضار الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر له طعامه شرابه. الشراب والحمد لله متوفر في المسجد، لكن الطعام وكذلك الوضوء طهارة، يخرج الإنسان لقضاء حاجته وللطهارة، يخرج للطهارة والوضوء، وما عدا ذلك لا يخرج من معتكفه. نعم.